متى استخدمت الشو؟ أنا أشوف الشو هذا صار مكشوف لأن كثير الناس استخدموه. تدري أنا مش مشكلتي في الإعلام؟ وليش ما تشوفني خالط ناس كثير في الإعلام؟ لأن يوم أناظر في حركاتهم أستحقرهم يعني. والله العظيم أناظر في حركاتهم اللي قاعدين يسوونها. هو في عقله إنه راح يربح، يفكر إنه راح يربح. هو ممكن يربح الآن يعني، يربح في وقت الشو اللي هو سواه، لكن بعدين كيف بتكون صورته قدام الناس؟ فأنا أحد مشاكلي إني أحارب الشو، وكثير ناس منهم سامي يرجعوني والله يعني حاربت المصطلح هذا. وكثير ما يخسرني ترى يعني حربي له، وأقول للناس اللي يعني يستغلونه أما حبكوه حبكة معلم ولا تركوه، لأنه راح مهما توصل، تخيل إنك في القمة وتستخدم شيء يعني ممكن ينزل بك منها، وأنت تحسب إنه راح يرفعك. فإن شاء الله إني ما نحد عليه، إن شاء الله إني ما استخدمه، لأن الجمهور يكشفه ترى. طيب لو قلنا في العلاقات، لو قلنا في العلاقات